يعطيني طاقة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. احنا شباب البوم. وعامر في خاطري طلب ودي أطلبه منك. إلا جوال، العام شاري لي الجوال الجديد، سنة خربان أعطي عام يصلح. لا مو هو بجوال، ودي أعتمر. آخر مرة اعتمرنا من 6 سنين. يا سبحان الله، أنا لي يومين نهوجس بالعمرة، وين نوفت حجز لنا؟ يبا حتى لو بروح معكم. هالحين وقت دراسة وين أبوك؟ إذا جت العطلة يصير خير إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير لأحلى أم وأب الدنيا. يا سلام. أقول يمه أبيك تودي جوالي للمصلح ما يشتغل. أبشر بعزس، ما طلبتي شيء يمه؟ تأمريني بشيء ثاني يمه؟ سلامتك. تأمري بشيء يبا؟ شكراً، ما تقصر يا ولدي. أقول والله ما تغطى بزمزمية زين الأول. بس حكم شك جبهات حكيم، حكمك بدق خشمة، بدر عليك يا ورع جلدهم. أقول يا شباب من بيخاوني الملعب بكرة؟ أنا. وأنا يعني أصفط لي أنا وياكم 3 تذاكر. عفا عليك، اليوم بجددهم بالبلوت وبكرة بنجلدهم بالملعب. عز يا ملال عز. ورقة يلا تبي ربع لك بعد تبطي والله. أرخم ملعب هاص. ما لقيت أي حجز، لا درجة ضيافة ولا درجة أولى. أقرب حجز مؤكد بعد أسبوع، والتذكرة الواحدة 4000. الله الله الله، أنا وموسى في ما تلعب؟ لا والله، نركب سيارتنا ونروح على طريق البر، نمشي على هون ونتفرج وناخذ عمره ونرجع بالسلامة إن شاء الله. زين أجل، خلوا عامر يوديكم، ما عنده لا شغل ولا مشغلة. شورن طيب، أجل أجهز شنطة. السلام عليكم. عليكم السلام. جاوبك الله يا ولدي. نبيك باسر الصبح إن شاء الله تودينا أنا وأمك نأخذ عمره وترجعنا بالسلام. أم عاد بكرة. إيه باسر وش عندك؟ لا بس قصيت تذاكر مباراة الهلال وموعد العيال، بنروح نشوفها هناك. ورا ما علمتوني. وش نعلمك؟ من أنت عشان نسألك ونأخذ منك رأي. لا لا يبا ما أقصد، بس خلوها بعد بكرة ولا بعدها. خير إن شاء الله. وديت جوالي للصيانة؟ أوه يا الله نسيته يما. والله إني دارية ما مك فايدة، لو إنه جوالك كان ما نسيته. نسيت جوال أمك والتذاكر ما نسيت. وش فيها يبا، يعني الواحد ما ينسى. خلاص بكرة صلحه. أنت ما منك رجع، كل ما طلب منك شيء جوابك بسنة. كيف ما مني رجع وأنا اللي ودي وأجيب؟ هذا جزاتي يبا. أها ترفع صوتك علي بعد. أنت غبي؟ ليش نسيت تصلح جوال أمي؟ أقول اسكتي، لا حتحرتي كلها فيكي. شوفي يا معامل، لا يضيق صدرك ولا شيء، جهزي شنطتك وأغراضك وبكرة إن شاء الله الصبح وتوجهين إلى مكة. لا يا أبو عامر، الطريق طويل وتعب عليك، نخليها مرة ثانية، نشوف لنا تذاكر أرخص ونروح طيارة. أنا قلت بكرة نمشي يعني بكرة نمشي، تراني بعد شبابي ولا عند الشك فيني؟ خذي وانا بوت هذه دراه، اصرفوا منها لما نجي، وانتبهوا لنفسكم. الله يطول بعمرك يبا، ما قصرت، توصلهم بالسلامة. الله يسلمك، بس ها ما وصيكي على أخوك سليمان، وذكري الثور اللي نايم فوق يودي جوالي للمصلح. الله يهديه ويسامحه، ما معنى إلا جوال أبوك. يا بنت الحلال جوال واحد يكفينا. ولا تنسون تدعوني في الاختبارات. أكيد بدعي لك يا أمي أكيد، وإن شاء الله المرة الجاية تكون معنا وتدعي لنفسك قدام الكعبة. أخص
طالبين بيتزا؟ وين ابوي وامي؟ راحوا. وين راحوا؟ وينترلاند. استهبل يا بزر. يعني وين راحوا؟ راحوا مكة يعتمروا. اي صح. جوال امي مقفل. شكلك توك ما صح صح. يا حبيبي نسيت انك ما رحت صلحت جوال امي وانها زعلانة عليك. ايه ترى امي قالت ذكري الثور اللي نايم فوق يصلح جوالي. وترى صديقتي اليوم بتجي لا تدرعم. ماني بفضيلس لا انت ولا صديقتس. عندي مباراة الزعيم اليوم. احسن. احسن انت. نعم. مشيت ويباه. اجل نحتريك. ايه مشينا. ايه بس انا كنت بقول لكم يعني بطمن يعني. امان الله خلني انتبه للطريق لا يصورني ساهر. سمسم ابشر. الوالد زبد له. لا تضحك لا الحين انا اصف. لا تضحك لا تضحكين. اصب لك قهوة طول الطريق علشان ما تنعس. ماني بنعس. وإن حسيت بنعاس صبت على جنب أخذت القهوة. أدري بتعلمني فيك. آخر مرة رحنا الجنوب خذنا في الطريق يومين لأنك كل شوية تصفط على جنب وتأخذ لك قهوة. المهم نوصل بالسلامة إن شاء الله. يلا 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 عطى مريقة عطى مريقة. يا سلام عليك. يلا روح يلا. تضيع ذي يا اخي يدفنا صح. طيب وعامر تذكر يوم اول ما تزوجنا بعدها بسنه وديتني عمره ويوم رجعنا كشتنا في الطايف. وسوينا غدا وحرقتي. حطيتها فيني. ترى كنت اللي كنت طابخ مو بنا ولا نسيت. وي وي انتبه يا عامر. يا هلال يا هلال يا الله يرحمهم ويغفر لهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. آيفون حتى الحوادث تسرق منها يا وسخ. يا ابوي آيفون آيفون يجيب لنا مبلغ طيب. ما تخلي حركاتك هذا جوال الناس ميتين يا ابو قلبك. يا ابوي ما زرفته انا بيزرفه غيري. حبيبي نبيعه تقاسم المبلغ ونجيب شيء يسند رؤوسنا. ايه والله انك مجرم. نوف نوف يا حبيبتي لا تشغلين بالك. يمكن نزلوا يشترون حاجة أو يصلون. بنتي نوف بنتي متتصل. طيب بلغهم على الأقل. إي والله أنك صادق. خلني أكسب أجر وأبري ذمتي وأرسل لهم رسالة. صح عليك. يفوز معي من بابي مجنون. هاي بلدتي يا اخي بلدتي.
انت؟ الفار الفار اجعل الفار يا حكم 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 اعلان اعلان يلا يا عامر يلا يا عامر تكفى رد النشبة دايبي النشبة دايبي النشبة دايبي على نوف من أنت؟ هلا هلا ريم مش عندس؟ عامر وصلتنا رسالة من جوال أبوك ومكتوب فيها أنه صار عليهم حادث وماتوا حادث ومات وش فيها هيبة يعني الواحد ما ينسى خلاص بكرة صلحة أنت ما منك رجع كل ما طلب منك شيء يومك بسنة كيف ما مني رجع وأنا اللي ودي وأجيب هذا جزاتي يبا أها ترفع صوتك علي بعد ابكى الله يبكي الحلال يا عامر ابكى الله الله يخليك الله يخليك تحمل وخليك جبل قدر الله ما شاء فعل أرجوك أرجوك يا عامر ما تدخل على أخوانك وأنت كذا أنت الكبير ولازم تهديهم الله يخليك لو فيك شيء طب عامر في شيء أبوي وأمي فيهم شيء نوف أكلمك نوف نوف أكلمك يا نوف نوف أبوي وأمي فيهم شيء نوف نوف أبوي وأمي مش فيهم نوف 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 رد علي أكلمك نوف نوف أبوي وأمي مش فيهم نوف عمري أبوي وأمي فيهم شيء عامر أدمك ورد علي أبوي وأمي راحوا للي أرحم مني ومنك لا لا شوف يا صالح أنا وعامل رايحين المستشفى عشان نخلص إجراءات الدفن أنت خلك هنا في بيت عمك سليمان واخده أكيد محتاجين أحد يكون معاه إن شاء الله شد حيلك يلا إن شاء الله يلا
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة تسلمهم مهما بينا مهما بينا الله يرحمهم ويغفر لهم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله ورجعت المكان الحادث أدور جوالي ما لقيته قلت لهم عامر خيرة نرجع للرياض رجعنا للرياض وشرينا جوال وطلعنا شريحة بدل فاقد ما دريت وصار فيني يوم ما عني غاب صوتك ما دريت وصار فيني يوم ما عني غاب صوتي ورحت
على الأقل أسمع سكون.